استقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط وفد مؤسسة التمويل الدولية لبحث تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية. وناقش الاجتماع سبل التعاون لتعزيز الاستثمار الخاص وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على دعم مشروعات تحلية المياه في مصر. استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمة خطة مواجهة الفقد الفني والفقد التجاري وظاهرة سرقة التيار الكهربائي بالتعاون والتنسيق مع شرطة الكهرباء. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الكهرباء والطاقة برؤساء شركات توزيع الكهرباء. كما استعرض الوزير نتائج الأعمال خلال الشهرين الماضيين لتحسين جودة التغذية ومواجهة التعدي على الكهرباء. وجه وزير التموين شريف فاروق إدارة الاتصال السياسي بالوزارة بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشآت التموينية. جاء ذلك في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية لوزير التموين مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وجه وزير الزراعة علاء فاروق بالاستمرار في ضخ السلع والمنتجات بأسعار مخفضة من خلال منافذ الوزارة الثابتة والمتنقلة، إلى جانب التوسع في فتح منافذ جديدة وزيادة عدد المنافذ المتنقلة. كما أشار الوزير إلى الخدمات المجانية التي أعلن عنها البنك الزراعي المصري في إطار الاحتفالات بعيد الفلاح، والتي شملت التيسيرات لتمويل أنشطة صغار المزارعين. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط بعد أن عرض ضعف الطلب الصيني تأثير اضطراب الإمدادات بسبب العاصفة المدارية فرانسن، في الوقت الذي وصلت فيه مخاطر فائض المعروض العالمي من الضغط على السوق. وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% لتصل إلى 72.80 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 0.15% ليصل إلى 68.60 دولار للبرميل. وتراجعت كذلك أسعار المازوت عالميا ب 1.28% لتصل إلى 2.22 دولار للتر. كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.8% لتسجل 2.11 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أجرى بنك الشعب الصيني عمليات إعادة لشراء عكسية لأجل 7 أيام بقيمة 186 مليار يوان وبسعر فائدة 1.7%. تعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.